مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في المساء، إطلالاتكم اليومية على أبرز الموضوعات والقضايا. وفي فقراتنا الليلة نتابع وزير الدفاع الإسرائيلي ليبرمان يعلن استقالته من منصبه ويصف وقف إطلاق النار في غزة بالاستسلام. أنا هنا لأعلن استقالتي كوزير للدفاع في دولة إسرائيل. السؤال المطروح هنا هو لماذا الآن؟ بالنسبة لي، ما حدث بالأمس وقف إطلاق النار مع الاتفاق الطويل الأمد مع حماس هو استسلام للإرهاب. حماس تقول إن استقالة ليبرمان اعتراف بالهزيمة والعجز في مواجهة المقاومة الفلسطينية، والقادم أعظم. هذا يمثل انتصارا للمقاومة وإقرارا بالفشل والهزيمة من قبل ليبرمان والاحتلال الصهيوني. ووزير الخارجية الفلسطيني رياض الملكي يقول إن استقالة ليبرمان جاءت بسبب خلافاته مع نتنياهو لرغبته في الحصول على منصب أعلى. بالتأكيد هو أيضا يريد أن يركب الموجة في إسرائيل بانتقاد السياسات التي يقوم بها نتنياهو، وبالتالي هو يطمح لمنصب أعلى. وفلسطينيون في قطاع غزة يعتبرون استقالة ليبرمان هزيمة للاحتلال ونصرا للمقاومة. أفيغدور ليبرمان وزير الحرب مش وزير الدفاع بما يسمى في دولة الاحتلال، سقط وسوف يسقط كل من يتآمر على الشعب الفلسطيني. والاحتلال الإسرائيلي يفرج عن القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان مفجر معركة الأمعاء الخاوية بعد اعتقال دام لنحو عام. وفي ملف جمال خاشقجي نتابع وزير الخارجية التركي يدعو إلى تحقيق دولي في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وأعضاء جمهوريون بارزون في مجلس الشيوخ الأمريكي يقولون إن المجلس قد يصوت خلال أسابيع على تشريع لمعاقبة السعودية. وبلومبرغ نقلا عن الديمقراطي كريس فان هولين يقول أتوقع عقوبات كبيرة تستهدف أعلى المستويات في الحكومة السعودية. وبوب باير ضابط الاستخبارات الأمريكية السابق يقول واشنطن خففت عن عمد ردها على مقتل الصحفي السعودي خاشقجي. البيت الأبيض في هذه المرحلة لا يعرف ماذا عليه أن يفعل. أعتقد أنهم يودون التخلص من هذا الرجل ولي العهد، لكنهم لا يعرفون كيف يفعلون ذلك. والبرلمان الأوروبي يصادق على فرض حظر على صادرات الأسلحة الموردة إلى السعودية بسبب استمرار حربها في اليمن. والمتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي يقول قتل خاشقجي أتى بأوامر جهات سعودية عليا ومتمسكون بضرورة الإفصاح عنها. سمعنا ورأينا بوضوح تصريح وزير الخارجية السعودي الذي قال خلاله إن جثة خاشقجي سلمت إلى متعاون محلي. من هو هذا المتعاون؟ وأهم سؤال، أين هي جثة المرحوم جمال خاشقجي؟ ونختتم المسائية ووقفة احتجاجية لعدد من المصريين المقيمين في بريطانيا أمام جامعة كينجز كوليدج للتعبير عن رفضهم لزيارة وفد برلماني مصري. يا شعب، يا شعب، يا شعب، يا شعب، يا شعب، يا أسامة هيك، أسامة هيك، الحرامي، الحرامية، يا خونة. أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أنه قدم استقالته من منصبه، وقال في مؤتمر صحفي إن قراره جاء على خلفية موافقة الحكومة الإسرائيلية على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وبسبب قرار رئيس الوزراء نتنياهو السماح بإدخال 15 مليون دولار أمريكي من دولة قطر
إلى غزة، ادعى أنها كانت لصالح حركة المقاومة الإسلامية حماس. وأضاف ليبرمان أن خلافه مع نتنياهو شمل قرارات وقضايا عديدة، منها تأجيل إخلاء الخان الأحمر على نحو لم يبقي أمامه مجالا للاستمرار في هذه الحكومة. وطالب ليبرمان بالإسراع في تحديد موعد لانتخابات مبكرة في إسرائيل وعدم المماطلة بهذا الخصوص. أنا هنا لأعلن استقالتي كوزير للدفاع في دولة إسرائيل. السؤال المطروح هنا هو لماذا الآن؟ بالنسبة لي، ما حدث بالأمس وقف إطلاق النار مع الاتفاق الطويل الأمد مع حماس هو استسلام للإرهاب. ليس هناك تعريف آخر، لا معنى آخر، ولكنه الاستسلام للإرهاب. فيما يتعلق بالأمر المنطقي، فيما يتعلق بالاهتمام الأمني، كان علينا أولا إنهاء قضية الجنوب الإسرائيلي. قضية الجنوب لها الأسبقية على كل شيء آخر، والضعف الذي أظهرناه واضحا في عملياتنا على جبهات أخرى أيضا. إذا كنت سأبقى في منصبي فلن أتمكن من النظر إلى سكان الجنوب في أعينهم. في المقابل، قال إسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس أن استقالة وزير الدفاع الإسرائيلي ليبرمان هي اعتراف بالهزيمة والعجز في مواجهة المقاومة الفلسطينية. وأضاف رضوان أن هذه الاستقالة هي انتصار سياسي لغزة التي نجحت بصمودها في أحداث هزة سياسية في ساحة الاحتلال. هذا يمثل انتصارا للمقاومة وإقرارا بالفشل والهزيمة من قبل ليبرمان والاحتلال الصهيوني، وهي إحدى تداعيات الجريمة النكراء في خان يونس، والتي حاول الاحتلال أن يربك الساحة الفلسطينية من خلالها، وفشل سياسة الحصار والحروب المدمرة ضد قطاع غزة، وهذه نتائج صمود وثبات شعبنا الفلسطيني. من جانبه، وصف مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب وصف استقالة ليبرمان بأنها من التداعيات السريعة لفشل الاحتلال، وهي اعتراف بهزيمته، ورأى أن ليبرمان كان أعجز من أن يقف في وجه المقاومة الفلسطينية. وتوقع شهاب مزيدا من التداعيات للهزيمة السياسية التي مني بها الاحتلال الإسرائيلي، في حين اعتبر فلسطينيون في قطاع غزة استقالة ليبرمان هزيمة للاحتلال ونصرا للمقاومة. فلنتابع. بمناسبة انتصار المقاومة، وربنا ان شاء الله يقويها ويضلها منصورة بإذن الله ان شاء الله، ويقوى أبو العبد ويعطيه طولة العمر ان شاء الله، ويضل واقف على رأس المقاومة. أفيكتور ليبرمان وزير الحرب مش وزير الدفاع بما يسمى في دولة الاحتلال، سقط وسوف يسقط كل من يتآمر على الشعب الفلسطيني. طبعا المقاومة بصراحة أثبتت قوتها المرة هذه، سقط بانتصار مقاومتنا ووحدتنا في الشعب الفلسطيني. وفي مقابل هذه الفرحة، نشاهد على شاشتنا الآن مشاهدينا الكرام احتجاجات لعدد من المستوطنين الإسرائيليين في غلاف غزة اعتراضا على استقالة وزير الدفاع الإسرائيلي ليبرمان. وللحديث حول هذا الموضوع أرحب بضيفي عبر الأقمار الاصطناعية من غزة، الدكتور محمود الزهار القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس. دكتور الزهار، أرحب بك معنا، وأبدأ باستقالة ليبرمان، كيف تراها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شيء منطقي أن يستقيل، لأنه الرجل وصل إلى مرحلة من الفشل التي هددت كثيرا من العوامل والأركان التي بنى جيش الاحتلال مذهبه عليها. أولا، فشل في أن يدخل غزة، لأنه ما حدث للحافلة اللي هو الباص كان دليل على أن أي آلية تدخل قطاع غزة ستدمر. ثانيا، فشل في لغز حيلة صغيرة كحيلة العلم، فشل أيضا في أن يردع المقاومة، أرسل جهة
متخصصة لها نشاط دولي في الاستخبارات وفي الجرائم، وتم كشفها وتم القضاء على قائدها، وبالتالي لم يكن أمام الحكومة الإسرائيلية إلا أن تعلن فشلها ومحاولة منه للهروب من تحمل المسؤولية قدم استقالته، لأنه إذا دخل الانتخابات بهذه الصورة التي هو عليها بالتأكيد لن يحصل على أي شيء. الحقيقة أنه فشل كما فشلت كل الحكومة، حتى يعني لا نبرئها من الحكومة بكاملها، فشلت في هذا الموضوع ولم يكن أمامها إلا أن ترضخ بوقف إطلاق النار. لكن في المقابل يبدو أن بنيامين نتنياهو فيما يخص على الأقل مسألة وقف إطلاق النار دكتور كان له رأي آخر، يعني في تويت له على صفحته على تويتر تحديدا قال فيما يتعلق بأمن إسرائيل فإن الخفية أكبر من المكشوف. يقول تحديدا أعداؤنا توسلوا إلينا لوقف إطلاق النار وهم يعرفون جيدا السبب لذلك، ولن أفصح عن مخططاتنا للمراحل القادمة، سنحدد الظروف والجداول الزمنية المناسبة لإسرائيل ولأمن مواطنيها. لكن النقطة يقول أن أعداؤنا توسلوا إلينا لوقف إطلاق النار، كيف ترد عليه؟ واحدة من الأكاذيب التي يطلقها أيضا الفاشل، يعني من هو الذي توسل إليه سواء كان في الإعلام أو عبر الوساط؟ اسألوا أي وسيط جرى بين الطرفين في الفترة الحالية، هل توسلت المقاومة له؟ هو يحاول أن يجمل وجهه لأنه أيضا شريك في هذه الخسارة، شريك في هذه الهزيمة، شريك في هذا التراجع، شريك في هذا الوجه القبيح الذي وقع فيه الاحتلال الإسرائيلي في اليومين الماضيين. وبالتالي فليقل لنا من الذي توسل له، ولأي شخص توسلنا، أو لأي جهة توسلنا، أو ما هي الكلمات التي قيلت. ولو افترضنا أن التوسل بيأتي بنتيجة، لماذا قبل ذلك لم نتوسل؟ بل على العكس، احنا اجبرناهم في 2005، اجبرنا شارون ان يخرج من غزه، بينما كان قبلها باسبوع يقول نتسريم بالنسبه لي كتل ابيب. وبالتالي هؤلاء الناس يكذبون، يحاولون ان يتجملوا وان يلقوا المسؤوليه على الوسطاء. منذ متى هؤلاء الناس بيضعوا حسابات للوسطاء اذا كانت على حساب كرامتهم وعلى حساب امنهم؟ وبالتالي الرجل كاذب، وما قاله يعرفه جميع الإسرائيليين ويعرفه أيضا كل الخبراء أنه كلام غير صحيح. يعني أفهم من كلامك، أو دعني أسألك دكتور، وقف إطلاق النار الذي حدث بينكم وبين قوات الاحتلال الإسرائيلي كان في مصلحة من؟ في مصلحة فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة أم في مصلحة قوات الاحتلال الإسرائيلي؟ لا بالعكس، هذا لمصلحة المقاومة بس، لكن لا يمكن أن تعطيه مجانا. الآن عندما أنت وصلت إلى مرحلة في الميدان عملت معادلة لكل ما محاول أن يفعله، وأهمها أن الذي كان يدعي بضرورة أن دخول غزة كان يدرك أنه إذا دخل لن يخرج، لأن بعض الأسلحة التي استخدمت كانت تجيب على هذا الموضوع عمليا. والدليل على ذلك أقل من هذه الأسلحة وأقل تطورا منها في الحرب الأخيرة التي شنت عليها، لم تستطع الدبابات الإسرائيلية أن تدخل شبرا واحدا وأن تقيم فيه في شرق الشجاعية في مدينة غزة. وبالتالي هذا هو كل كلام، فقط بيع الوهم للكيان الإسرائيلي، لأنه مبني أساسا بقاء هؤلاء مبني هنا على الأمن، فإذا ضاع الأمن أعتقد أن هناك ستكون هجرة معاكسة. ولذلك التجربة التي استفدناها أن العين بالعين والسن بالسن، وأنه لا مجال أمامنا أبدا أن نثق في هذا الكيان بعد أن وصل إلى مرحلة الإجرام باستهداف قضايا مدنية كالبيوت ومناطق إعلامية معروفة أنه ليس فيها سلاح. دكتور، فيما يخص البعض وجد نفسه متحيرا، المقاومة الفلسطينية غزة بأكملها
تحت الحصار، حصار شديد طيلة السنوات الماضية. وإذ بالمقاومة تفاجئ الجميع بعدد كبير من مخزون الصواريخ التي أطلقت على غلاف غزة، بصواريخ حتى من نوعيات بدا أنها غير تقليدية، الكورنيت الذي يعني استهدف الباص الإسرائيلي. كيف استطاعت المقاومة الفلسطينية أن يكون لديها كل هذا المخزون من الصواريخ والأسلحة رغم الضغوط ورغم الحصار؟ أولا هذا صراع عقول، ولا أحد ينكر أن عقل المقاومة مبدع، حتى الشارع الذي يجري مع المقاومة مبدع في مسيرة العودة. انظر، بدون سلاح وبدون أي عنف استطاع أن يجمع الشارع الفلسطيني كله والشارع العربي وكثير من الدول على نصرة هذه القضية. كيف؟ أعتقد أن هذه قضية لا يتم الحديث فيها في الإعلام، لكن من حق المقاومة ومن واجبها أن تقوم بتطوير أسلحتها وجلبها من كل جهة يمكنها وتصنيع ما تستطيع أن تصنعه، لأننا أمام عدو مجرم لا يتورع عن ارتكاب كافة الجرائم في حق الأطفال وفي النساء وفي البيوت. أعتقد أن هذه الحرب الخامسة التي شنها علينا الاحتلال، وفي كل مرة كنا بنخرج بإذن الله أقوى وأشد. هناك إبداع، كما أن هناك أيضا توفيق رباني يساعد في أن نطور هذه الأدوات أو أن نجلبها بالطرق التي تحمي هذا الشارع الفلسطيني من تغول هذا العدوان الصهيوني البغيض. بمناسبة يعني استقالة ليبرمان، هل تعتقد أنه لو أجريت انتخابات مبكرة في إسرائيل، وهذا وارد جدا في هذا التوقيت، وجاء رئيسا للوزراء خلفا لنتنياهو، وهذا أيضا متوقع، تعتقد أنه من الممكن أن تكون هناك حرب شاملة على غزة وعلى فصائل المقاومة وتحديدا حماس؟ بالتأكيد لا، لأنه أيضا نتنياهو كان بيزاود على حزب العمل، ولما إجا نتنياهو واستلم الحكم رأيت هذه سياسته. ليبرمان وغير ليبرمان، أعتقد أن القرار ليس شخصي، القرار المؤسسة الأمنية ماذا تنصح. المؤسسة الأمنية هي التي نصحت باراك في الوقت الماضي، والتي نصحت شارون قبله، والتي نصحت أيضا من بعده نتنياهو، وستنصح أي واحد آخر أن دخولك إلى غزة معناها فناء لمن يدخل في الداخل. وبالتالي هذه لعبة انتخابية أرخص مما يتصورها الإنسان، لأنها غير مبنية على الواقع. فليجروا استفتاءات للشارع اليهودي في الأرض المحتلة ويطلعوا العالم على نتائجها، ستدرك أن الكل يريد حرب، لأنه يعرف أن الذي حدث في اليوم الأخير من هذه المواجهة له دلالات في غاية الأهمية على كل الأطراف، ومن أهمها أن الذي يفكر في هزيمة المقاومة، وأن الذي يفكر أنه يمكن أن يدخل قطاع غزة، وأن الذي يفكر أنه يمكن في يوم من الأيام أن يصد حرب التحرير لفلسطين كل فلسطين في معركة وعد الآخرة أيضا هو مخطئ. تتحدث عن ما فعلت فصائل المقاومة في اليوم الأخير قبل وقف إطلاق النار، صحيح ما الذي حدث يا دكتور؟ فجأة وجدنا سيل وزخات إطلاق صواريخ من قبل المقاومة على غلاف غزة وعلى المستوطنات، وبعد ذلك فوجئنا بتوقف كل شيء والاتفاق على وقف إطلاق النار. ما الذي حدث وجعلنا نصل لهذه النتيجة؟ النتيجة كانت متوقعة. لماذا؟ لأنه وصل إلى الجانب الإسرائيلي كلام واضح، تضرب غلاف غزة سنضرب الغلاف المحيط بغزة ونضرب عسقلان، تضربوا في أكثر من ذلك سنضرب تل أبيب. وهم يدركوا وعلى يقين أن ما قيل هو يمكن أن ينفذ، ولم يكن مناورة ولم يكن محاولة للكذب أو للخداع. نحن والحمد لله بفضل الله تبارك وتعالى نستطيع أن نردع هذا الاحتلال، ما علينا إلا أن نحافظ على هذه الأسلحة ألا تذهب في حروب عشوائية حتى ننهي هذا الكيان الإسرائيلي بإذن الله تبارك وتعالى. وأنا أريد من خلال قناتكم الموقرة أن أؤكد أن معركة وعد الآخرة التي جاءت في سورة الإسراء ملامحها واضحة ومعروفة، وجنودها
من هذا الطراز وأدواتها من هذا الطراز، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يخلصنا من هذا الكابوس المسمى الاحتلال الإسرائيلي. لكن دكتور أنت تقول أنكم قادرون على استهداف وضرب تل أبيب؟ كلام الذي وصلهم هكذا، ونحن لا نتكلم كلام في الهواء. أتحدث عن قدرتكم، أنتم قادرون على ضرب تل أبيب دكتور كما ذكرت؟ أولا أنا هنا لا أريد أن أتكلم يعني بأسرار، لكن نحن بإذن الله تبارك وتعالى نستطيع أن نؤلم الاحتلال في الأماكن التي لا يستطيع التي لا يتوقعها. نعم، من ضمن ما ذكره ليبرمان من انسحابه من الحكومة واستقالته أنه كان يرفض دخول الأموال القطرية والتي كانت ذاهبة لرواتب الموظفين، وقال أن هذه الأموال ذهبت إلى حماس وإلى أسر يعني قيادات سواء استشهدت أو في السجون الإسرائيلية. ما ردك عليه دكتور؟ طبعا هذا كذب واضح، لأنك الآن تم توزيع جزء من الأموال. اسأل، هم عندهم جواسيس كتير يعني، يسألوا ما البنوك التي وزعت، لمن وزعت؟ هل وزعت لحماس التي يسميها إرهابية، أم وزعت على الموظفين الذين يعملون في التعليم وفي الصحة وفي الأمن الداخلي لحفظ الأمن من الفوضى، وأيضا لأعضاء لهم مرتبات ثابتة كانوا بيأخذوها من السلطة الفلسطينية قبل أن تقوم بقطعها، وبالتالي يعطينا اسم واحد ممن يسميهم هو إرهابيين أخذ مالا لا يستحقه. كلها أموال وضعت في البنوك وكلها وزعت على أسماء معروفة تماما، وهي أسماء ثابتة ليست دجيلة. وما كان يقال إن هذه الأموال دخلت لاسترضاء حماس حتى لا تقوم بأي عمل ضد الاحتلال الإسرائيلي أيضا، كيف تردون عن ما قيل في هذا السياق؟ هل أحد يصدق أن حماس مرتزقة يمكن أن تسكت بالأموال؟ أنا قدمت لك أكثر من مرة أن خطنا ليس خط مشاغلات، نحن أرضنا محتلة ولا بد من تحريرها، وبالتالي الذي هي هذه عقيدته السياسية والتي هي مبنية على عقيدته الدينية لا يمكن أن يبتز بمال ولا أن يسكت أن يتنازل عن حقوقه. شخص جاء من روسيا كان حارس في نادي ليلي، صار وزير دفاع بيفكر بنفس المنطقة التي بيفكر فيه، لكن هو لا يعرف أن هذا القرآن الذي هو في صدور المجاهدين هو في الحقيقة الهادي والمرشد، وبالتالي فرق بيننا وبينهم معيار القياس عندنا وعند غيرهم وعند غيرهم أو غيرنا مختلف تماما. مقاييسنا لا، إن الشهيد إن الضياء إن الذهاب نفس قتلا في سبيل الله ليست قضية تشترى بالمال ولا يمكن أن يعوضها في المفهوم المادي شيء، ولكن لأن هناك عقيدة راسخة تقول بأن هذا جهاد في سبيل الله وقتال في سبيل الله، وليس كما يسميه بعض الذين انحرفوا عن دينهم بالإرهاب. هذا ليس إرهاب، هذا هو حركة تحرر تريد تحرير الأرض، كامل الأرض، وتعيد الإنسان كل إنسان إلى أرضه، وأن تحتكم إلى الله تبارك وتعالى بما أنزله فيها. هذا هو، لا يمكن أن تشترى بمال، وبالتالي اليهود يعرفوا هذا الكلام أكثر مما يعرفه بعض المستعربين. دعني أذهب إلى نقطة أخرى خاصة بالولايات المتحدة الأمريكية ووضعها نائب رئيس المكتب السياسي لحركتكم السيد صالح العروري على قوائم الإرهاب ورصدها لمكافأة قدرت بخمسة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن السيد صالح العروري. موقفكم من هذا الإجراء من قبل الولايات المتحدة الأمريكية؟ أولا الكل يعرف أن سياسة الولايات المتحدة تاريخيا وخصوصا في هذه الفترة هي ليست سياسة أخلاقية، وأنها مبنية أساسا كلها على الكذب، وبالتالي لما وصفنا بإرهابيين هذا خليه عرفنا ما هو مفهوم الإرهاب. كل من يخالف أمريكا هو إرهابي،
كل من يخالف أمريكا الاحتلال الإسرائيلي فهو إرهابي، وبالتالي الإرهاب هو ما يرتكبونه هو من جرائم في حق الشعوب العربية والإسلامية، الجرائم التي يرتكبها هؤلاء الناس في حق المهاجرين الذين يهاجرون من بلادهم خوفا أو طمعا في من 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 بلادهم وطمعا في الأمن. من قال أن هذا الرجل وسياسته مبنية على أخلاق؟ هذه مبنية على موضوع الانترست، موضوع المصلحة، وبالتالي من مصلحته أن يقضي على رموز المقاومة لأن هذا من مصلحة الكيان الإسرائيلي، وهذا أمر إن شاء الله لن يحدث، وإذا حدث فهو أمر رباني وليس بقرار ترامب، لأن الله سبحانه وتعالى يصطفي الشهداء. طيب دعني أعود لما كان يقال على الأقل قبل العمليات التي وجهت ضد القطاع من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية، والأحاديث من قبل السيد أبو مازن عندما قال يرفض تواجدكم بهذا الشكل في غزة، يتحدث على أنكم تقبلون أموال في إطار صفقة القرن إلى آخره، كل هذه الاتهامات التي وجهت إليكم وإلى الحركة من قبل السيد أبو مازن، هل تعتقد أنه سيتراجع الآن عن هذه الاتهامات، سيمد أيدي التعاون معكم، أم سيصر على موقفه من الحركة؟ أولا بدي أبدأ في قصة الإسقاط النفسي. يعني هو ما عنده يسقطه علينا حتى نكون أمام الشارع الفلسطيني والعربي سواء، والكل يعرف أن هذا كلام غير صحيح. أولا هو يقول يريد سلاح واحد، وهو وقال بعضهم اليوم أنه كان أبو مازن يريد هذه المقاومة أن تكون تحت يده، عنده أسلحة موجودة وأجهزة أمنية موجودة، لماذا لا يفعلها ضد المستوطنات؟ لماذا لا يفعلها ضد الاحتلال وهو أقرب إلى المدن الإسرائيلية الفلسطينية المحتلة، أقرب من غزة، فلماذا لا يستخدمها؟ ما هو مفهوم التعاون الأمني إذا لم يكن هو تجسس؟ ما هو مفهوم الأمن إلا إذا لم يكن هناك تعاون معلومات؟ فكيف يمكن أن يكون هذا سلاح واحد وهو سلاحنا لتحرير الأرض، بينما هو سلاحه معروف لحماية المستوطنات والالتزام بالاتفاقيات؟ إنما يقوله أبو مازن في الحقيقة هو عاري عن الصواب، بعيد جدا عن مصلحة الشعب الفلسطيني، متناقض تماما، محاولة لركوب الخيل، خيل المقاومة التي انتصرت في هذه المعركة الأخيرة، وليقول إن احنا كلنا منتصرين، والكل يعرف ما هو معنى التعاون الأمني، وما معنى أنه يرضى أن يعيش تحت بسطار أو حذاء العسكر اليهود. احنا هنا لا نقبل أبدا أن نعيش تحت حكومة إسرائيلية، فما بالك من قبل بحذاء جندي على أن يكون تحته، وبالتالي الصورة مختلفة والفرز واضح والموقف والشرح الفلسطيني واضح، ولو جرت انتخابات لن يصوت أحد لمحمود عباس أبدا. تذهبون كثيرا وفود من الحركة إلى مصر، سواء في إطار التهدئة أو المصالحة مع فتح أو حتى في إطارات أخرى، لكن السؤال لماذا لا نرى لهذه السفريات والزيارات إلى القاهرة يعني نتائج حقيقية ملموسة على الأرض، سواء يعني فيما يخص الحصار وفك الحصار، أو على الأقل فيما يخص التواصل مع حركة فتح والمصالحة دكتور؟ أولا موضوع المصالحة، هذا المصطلح المضلل أفشل محمود عباس بأنه لا يريد أن يطبق اتفاق 2011. في اتفاق 2011 النقطة الجوهرية فيها إجراء انتخابات في الضفة وفي غزة وفي القدس ليختار الشارع الفلسطيني في الأرض المحتلة عام 67 من يمثله. هو يرفض هذا الموضوع لأنه إذا دخل الانتخابات لن يحصل على أي نسبة يمكن أن تذكر تقول أنه يمثل الشارع الفلسطيني، فهو يماطل في هذه القضية ويقول سلاح واحد والحكومة الشرعية وإلى آخر هذا الكلام الذي تفعله. وبالتالي أعتقد أن كل الوسطاء الذين ساروا في موضوع ما يسمى بالمصالحة وصلوا إلى نتيجة أنه محمود عباس لن يحققها. بقي الآن في موضوع السفريات هو كيف رفع الحصار عن غزة، غزة التي فيها 2 مليون نسمة
يحتاجون إلى علاج، ويحتاجون إلى سفر، ويحتاجون إلى تعليم، ويحتاجون إلى تواصل اجتماعي وعائلي مع غيرهم. وبالتالي الحديث هنا عن البعد الإنساني. كمان هناك المطلوب الغذاء، مطلوب الدواء، مطلوب الحج، مطلوب كل الأشياء التي يحتاجها الشارع الفلسطيني. وبالتالي في تصوري أن التركيز الأكبر الآن في هذه اللقاءات مبني على كيفية رفع الحصار وتخفيف الضغوط المالية والمادية على الشارع الفلسطيني، وأيضا استقرار هذه المنطقة. ولماذا لم يرفع الحصار يا دكتور حتى هذه اللحظة رغم كل هذه الجهود وكل هذه الزيارات؟ لأنه في ضغوط أمريكية، لأنه في ضغوط إسرائيلية، لأنه في ضغوط من السلطة الفلسطينية في الضفة، لأنه أيضا في ضغوط على البلاد التي يمكن أن تساعد في رفع الحصار. على سبيل المثال، يعني عندما تأتي قطر وتتبرم بمبلغ وزع اليوم باعتراف الجميع في البنوك على مستحقيه المدنيين، بيتم الضغط على قطر. أي دولة أخرى تدفع أموال لا يقبلون بها. وبالتالي أنا أقول لك أن الذي يجري هو محاولة إضعاف المقاومة ومحاولة إخراج الشارع في وجه المقاومة. فكان الرد الصحيح والصوابي الحقيقي في مواجهة هذه الضغوط أن الشارع خرج في مواجهة الاحتلال في مسيرات العودة ورفع الحصار. وبالتالي كل المؤامرات التي من حولنا فشلت، وإن شاء الله سبحانه وتعالى سيرفع عنا الحصار ونحقق الغاية التي نريدها. فيما يخص ما ذكرتم، ما وصفتوه أنتم بانتصار على إسرائيل وعلى قوات الاحتلال الإسرائيلي، هل تعتقد أن هذا الانتصار سيسهم في إيقاف ما يقال عن صفقة القرن، أم سيعزز مسألة صفقة القرن وأن تكون لغزة انفراجة ما، امتداد ما يخفف الضغوط عنها، وبالتالي لا يعطي للمقاومة أي حجة بعد ذلك في القيام بعمل ضد إسرائيل؟ هذا نموذج صارخ للإسقاط النفسي. الذين وقعوا اتفاقيات كام ديفيد وتنازلوا عن الأرض المحتلة عام 48 هم الذين يتهمون حماس الآن التي طردت الاحتلال من غزة، ولو تركوا الضفة الغربية تقاوم لطردوا الاحتلال من الضفة. هم الذي أبقوا الضفة تحت الاحتلال بهذا الوضع الذي وضعوه الآن فيه. وبالتالي حالة الإسقاط النفسي عندهم يسقطوها على حماس. النقطة الثانية، الذي يرفع صوته، وأنت الآن شاهد على هذا الكلام، من حماس تنازل عن شبر واحد من فلسطين؟ من حماس والجهاد الإسلامي وفصائل المقاومة على استعداد أن يتنازل عن حق فلسطيني واحد موجود في الشتات؟ من حماس أو من المقاومة على استعداد أن يتنازل عن شبر واحد من المسجد الأقصى؟ وبالتالي إذا كنا نقول هذا الكلام وبصدق وبإيمان وننظر له عقائديا، هل يمكن أن نقبل بصفقة تعطي دولة في غزة فقط؟ نحن نستخدم غزة نقطة انطلاق، نستخدم غزة كما كانت مكة نقطة انطلاق للدعوة لتحرير الإنسان من ظلم الكفر، وأصبحت بعد ذلك الدولة الإسلام، عدد المسلمين الآن أكثر من 2 مليار نسمة. ستكون غزة بإذن الله تبارك وتعالى نقطة انطلاق لتحقيق وعد الآخرة بتحرير كل فلسطين وعودة كل اللاجئين. لا نقبل بأن يتأخر لاجئ واحد عن أن يعود إلى حقه، ولا نقبل أبدا أن يحتل العدو الإسرائيلي شبر واحد، لا إسرائيل ولا غيرها من هذه الأرض. إذا كنا نقول هذا الكلام فهذا تكذيب واضح لما يسمى صفقة القرن. وأحذر من الإسقاط النفسي الذي يلعبونه على الشعب الفلسطيني وعلى الشعب العربي، أن حماس ستقبل بدولة في غزة ويقولون لا دولة في غزة بدون غزة. ولا هذا كلام بيع لا يسوق ولا يسوق على الشارع الفلسطيني بعد أن تأكد من مواقف الأطراف كاملها حسب التجربة الماضية.
دكتور، لو كنت متابعا لموقع ميدل ايست، الموقع البريطاني المعروف، كتب اليوم أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حاول إقناع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بشن حرب على حركة المقاومة الإسلامية حماس في غزة، وذلك ضمن خطة لصرف الانتباه عن قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. يعني كيف استمعت لهذه الأخبار؟ تفضل. استمعت وأنا أتابع زي كل الناس ما بتتابع، لكن أقول لك باختصار، الكيان الإسرائيلي لا يمكن أن يضحي بأمنه لمصلحة أي دولة مهما كانت هذه الدولة. هذه قاعدة. هؤلاء الناس بيعتبروا أنفسهم شعب الله المختار، وأن الله تبارك وتعالى خلق هذا اللي يسمى الجويم اللي هو غير اليهود على هيئة اليهود، على شكلهم، يعني احنا ربنا خلقنا بني ادمين زيهم خدمة لمصالحهم. ولذلك انا لا استبعد ان يقول العدو الاسرائيلي هذا الكلام، لكن انا اقول لك ان هذا الكلام لا يسري علينا، هذا الكلام لا يمكن ان يطبق علينا حتى لو اجتمعت علينا كل الدنيا، لن يغير هذا ان شاء الله شيئا من معركة وعد الآخرة. وبالتالي كل دولة إذا كان هذا الكلام صحيح فلتجهز هذه الدولة أسئلتها لله تبارك وتعالى يوم يسألها: ألم تقرأوا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فإنه بالتأكيد منهم. إذا كان القرآن ليس مرجعهم فليفعل اي تفعل اي دوله، وليفعل اي امير، وليفعل اي رئيس، اي ملك ما يشاءه، فكلنا معروض على الله تبارك وتعالى ويحاسب على ما فعل. في نفس هذا السياق يا دكتور، كيف تابعتم يعني ما يوصف بالتطبيع؟ يعني رأينا مثلا على سبيل المثال وزيرة إسرائيلية تبكي وهي في أبو ظبي، يرفع العلم الإسرائيلي، ينشد النشيد الإسرائيلي، يعني تستقبل بكل ترحاب يعني في الإمارات وغير الإمارات للحقيقة. كيف تابعتم هذا؟ هذه رجعة كبيرة إلى عن تراث الأجداد والآباء. مصر دافعت عن احتلال أرضها، والأردن خاضت حرب 67، وكل الدول العربية خاضت حروب من أجل أن تتحرر من الاستعمار. هذا الذي حدث ويحدث هو أخطر من الاستعمار، لأن هؤلاء يأتوا بلغة الصداقة ويجد من بينهم عملاء وخونة يسوقون لهم. استفتوا الشارع العربي والشارع الإسلامي ليقول لكم رأيه. هذه ما يسمى بالصفوة، هم هؤلاء الزبد الذي موجود على المستوى الإعلامي، والزبد الموجود على المستوى السياسي، والزبد الموجود على المستوى الرياضي، والزبد الموجود على مستويات أخرى. لا ينقذهم الاحتلال، بل الاحتلال سيكون سببا في هزيمتهم وفي فقرهم وفي ذلهم وفي احتلال أرضهم عندما يضعفون. سؤال الأخير لك دكتور، هل تضمنون أن لا تعود إسرائيل لأي عمليات أخرى داخل عمق غزة، لا تقوم بعمليات سواء قصف أو حتى تصل لعمليات شاملة، خصوصا أننا نرى الآن كثير من المواطنين في المستوطنات الإسرائيلية يرفضون وقف إطلاق النار، يرفضون حتى استقالة ليبرمان؟ لا، هؤلاء الناس اللي في حزب ليبرمان بيحركهم، لكن نحن نعرف أن العدو الإسرائيلي على مستوى الشارع لا يريد حربا، لا يريد حربا، لأنه يعرف أننا نستطيع أن نؤلمه، وأن المناطق التي يفكر أنها لن تكون في متناول يعني أسلحتنا، لا، إحنا إن شاء الله نطورها حتى نصل إلى ما قلت لك في معركة وعد الآخرة. وبالتالي الخزي والعار على كل من يهادي اليهود، ليس لأنهم يهود، لكن هدول احتلال. اليهود عاشوا في بلادنا بكامل حقوق المواطنة، لكن هذا احتلال واحتلال بغيض. من يبرر لنتنياهو الأمريكي أن يأتي يعيش في أرضي؟ من يبرر لليبرمان الروسي أن يعيش في أرضي؟ من يبرر لبيرز البولندي أن يأتي يعيش في أرضي؟ هذه حالة شاذة ستنتهي بإذن الله تبارك وتعالى.
أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمود الزهار القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، كنت معي عبر الأقمار الاصطناعية من قطاع غزة. مشاهدينا الكرام، وما زلنا مع هذا الملف، وينضم إلينا في الاستوديو الدكتور أحمد قاسم حسين الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. دكتور أرحب بك معنا. استقالة ليبرمان تراها حماس انتصارا للمقاومة الفلسطينية، يراها البعض الآخر ما هي إلا لعبة سياسية داخل إسرائيل، كيف تراها أنت؟ يعني يمكن قراءتها من زاويتين. الزاوية الأولى بأنها فعلا انتصار للمقاومة الفلسطينية في هذه الجولة، وهي معركة مستمرة وحرب مستمرة، وهو بذاته ليبرمان توعد إسماعيل هنية بالاغتيال والتصفية، وها هو إسماعيل هنية يصفيه سياسيا بانتصار واضح للمقاومة على المستوى السياسي. وهذا إن يدل على أن هذه الحكومة حاليا هي قاب قوسين أو أدنى، أو هذا الائتلاف الحكومي من الانفراط، أن ينفرط عقده، وقد نكون أمام انتخابات قادمة تأتي بحكومة جديدة من الممكن أن تقوم بفعل أو تنتقل إلى مستوى الأكت فور في مواجهة قطاع غزة، أو تمتلك مقاربة أمنية جديدة، لا سيما أن المقاربة الأمنية الإسرائيلية التي كانت تقوم على ثلاث ركائز. الركيزة الأولى وهي الردع بامتلاكها قوة عسكرية تتفوق فيها على الخصم الآخر، وهو في حالتنا المقاومة الفلسطينية، والإنذار الاستراتيجي من خلال قدرتها الاستخباراتية العالية بجمع المعلومات عن العناصر التي من الممكن أن تواجهها، سواء كانت فواعل دولية كدول أو فواعل غير نون ستيت أكترز كحماس وحزب الله وحركة الجهاد الإسلامي. وأخيرا وليس آخرا هو الحسم، الذهاب في أي معركة، وهذا من صلب العقيدة الأمنية الإسرائيلية، أن تقوم بحسم هذه المعركة، وهو الذي لم يتحقق في جولات عدة قامت بها إسرائيل في مواجهة حركة المقاومة الإسلامية حماس ومعها فصائل المقاومة الوطنية في قطاع غزة، لكنها فشلت في ذلك. إذن هناك تغيير على مستوى العقيدة الأمنية الإسرائيلية في التعاطي مع عقدة جديدة هي عقدة غزة حاليا. وأعتقد أن دوائر صنع القرار في إسرائيل حاليا تعيد النظر في كيفية مواجهة المقاومة الفلسطينية، التي يجب أن لا تركن ولا تستهين. طيب، وأن لا ننظر إلى هذه الجولة بأنها هي الجولة الأخيرة، أو بالتأكيد التي من الممكن أن تردع إسرائيل من القيام بعملية عسكرية واسعة. لكن دعني أخذ من كلامك فيما يخص الحديث عن المقاومة، هل تفاجأت بهذا الأداء من قبل المقاومة خلال يعني فترة بسيطة وجيزة، يومين فقط لغير صد عملية استخبارية عالية المستوى، قتل قائد العملية وهو رتبة كبيرة أو نائب العملية، ثم بعد ذلك إطلاق زخات كبيرة من الصواريخ، ثم بعد ذلك التوقف في لحظة بدأ أنها حتى لحظة إلى حد كبير قرئت بشكل صحيح، هل تفاجأت بهذا الأداء من قبل المقاومة الفلسطينية؟ حقيقة لم أتفاجأ، لأن كنت متوقع بأن الرد المقاومة سيكون بهذا المستوى، لا سيما إذا عدنا أيضا إلى، يعني أنا أفضل دائما الحديث أو وضع الإطار النظري لفهم ما جرى في غزة. هناك أيضا ثلاث مصطلحات تطورت ضمن العقيدة من الأمنية الإسرائيلية. المصطلح الأول هو كي الوعي الفلسطيني من خلال الهجوم المباشر، وهذا ما شاهدناه في انتفاضة الأقصى من خلال ضرب المقاومة المسلحة وتدمير منازل الفلسطينيين. المصطلح الثاني هو جز العشب، بحيث عندما تنمو قدرات المقاومة الفلسطينية يجب ضربها بطريقة استباقية. المصطلح الثالث الذي تغلبت عليه أيضا المقاومة الفلسطينية، وهو مصطلح نهج هانيبال، من ناحية إذا قمنا بعملية، تقول إسرائيل إذا ذهبنا بعملية أمنية في مواجهة المقاومة، وهو ما حدث مؤخرا، وفشلت هذه العملية، نقوم بقتل الجميع ونقوم بتصفية الجميع حتى لو كان من بينهم مختطفين، وهو ما قامت به إسرائيل. إذن أمام هذا التحول أو أمام هذه القراءة من ناحية فشل كافة الركائز التي تقوم عليها العقيدة الأمنية الإسرائيلية، لم يكن الأمر مفاجئا، لا سيما أن المقاومة خاضت حروب عديدة بال2008 بال2012 و2014، راكمت خبرة واسعة،
قامت بتراكم التسليح واستثمار الفرص على المستوى الإقليمي. يعني هي استثمرت المقاومة الفلسطينية الوضع الإقليمي بعد ثورات الربيع العربي التي وفرت لها حضنا شعبيا ودعما رسميا من مصر. يعني تخيل الآن المقاومة بهذه الظروف، هي محاصرة حاليا في قطاع غزة ومعبر رفح مغلق، والمعاب والأنفاق التي كانت هي عصب التسليح وكذلك العصب الاقتصادي لفلسطين تم تدميرها من قبل الجانب المصري، تطبيع عربي واضح وصريح مع الكيان الإسرائيلي. إذن هي محاصرة إقليميا ومحاصرة أيضا على المستوى الدولي، ومع ذلك استطاعت أن تراكم هذه الخبرات، استطاعت أن تدرك وتفهم ماهية العقيدة الأمنية الإسرائيلية وتفككها، وتبني أيضا عقيدة قائمة على فكرة أن المقاومة ستسير بشكل متدحرج على الرغم من هذه الصعوبات المحيطة بها. دكتور سعود، إليك بالتأكيد، لكن ينضم إلينا عبر الهاتف من الخليل السيد أسامة القاسمي المتحدث باسم حركة فتح. سيد أسامة، أرحب بك معنا، وابتداء كيف قرأتم استقالة ليبرمان اليوم؟ بالتأكيد نتيجة أزمة سياسية إسرائيلية داخلية كان آخرها الفشل في قطاع غزة، ولكن سبق ذلك أيضا فشل في الخان الأحمر، حيث صمد أبناء شعبنا الفلسطيني لأكثر من 150 يوما وأفشلوا مشروع تطبيق إيوان، وكذلك سبق ذلك فشل في التغيير الزماني والمكاني في الأقصى عندما صلى أبناء شعبنا الفلسطيني لأسابيع متتالية ورفضوا كل الإملاءات والتغييرات الإسرائيلية في محيط المسجد الأقصى. لذلك هذا العمل تراكمي، العديد من القضايا التي أدت إلى فشل هذه الحكومة التي كنا نتوقع أن يحدث ذلك في كل فترة، ونتوقع تماما أن يكون هناك انتخابات مبكرة نتيجة الأزمات المتتالية الداخلية. ولكن دعنا نؤكد أن إسرائيل لم توقف إطلاق النار فقط لصمود شعبنا الفلسطيني، هذا صحيح، وصمود المقاومة هذا شكل أتفق تماما مع كل ما يقول، ولكن هناك أيضا اعتبارات أخرى أخذتها إسرائيل بعين الاعتبار. القضايا الأخرى هي ما يجري من تطبيع مع العديد من الدول العربية. إسرائيل رأت أن في استمرار الهجوم على قطاع غزة وقتل المدنيين وهذه الصورة ستوقف عجلة التطبيع، سواء كان الرياضي أو غير الرياضي أو على كافة المستويات. رأينا أعلاما إسرائيلية ترفرف تحت حجة مشاركة رياضية وغير ذلك، لا أريد أن أخوض كثيرا في أسماء الدول لأن وفود إسرائيلية ذهبت للعديد من الدول العربية. نعم. فإسرائيل بالنسبة لها لا تريد أن تضيع هذا الحلم الاستراتيجي بالتطبيع مجانا مع العديد من الدول العربية على حساب قضية قد تعالجها في وقت لاحق. نعم. فالحرب لا تنتظر إسرائيل ولا هي ليست مستعجلة. القضية الأخرى علينا أن ندرك أن الحرب التي أو العدوان الإسرائيلي الذي حدث منذ 4 أيام على قطاع غزة أو منذ 3 أيام على قطاع غزة لم يكن مخطط له، بمعنى أن المخطط كان موجودا هدنة بدليل الأموال القطرية التي دخلت، وسمعنا السفير العمادي عندما قال نبغي هدوء، نريد هدوء في قطاع غزة، وكان هناك موافقة على الهدوء. الذي حدث أن فرقة إسرائيلية من نخبة النخبة دخلت 3 كيلومتر إلى قطاع غزة وتم كشفها من الأشاوس الأبطال وتم عملية إطلاق الرصاص، قتل 7 فلسطينيين استشهدوا بطبيعة الحال وتم قتل ضابط، بناء عليه تم التصعيد وتدخلت جمهورية مصر العربية لوقف الهدنة، أي أن التوجه العام الهدنة وما حدث كان خارجا عن التخطيط، أي أن إسرائيل ما زال في استراتيجيتها موضوع الهدنة موجود وفصل قطاع غزة. نحن المهم بالنسبة لنا ليس التحليل، ماذا نريد نحن الفلسطينيين؟ نحن في شعب في قطاع غزة، شعب الفلسطيني أثبت قدرته على الصمود، الأبطال، المقاومة، جميع الفصائل دون استثناء، لا يمكن لنا أن نبخس من هذا الجهد ومن هذه الدماء العزيزة التي سفكت، ولكن علينا أن لا نبخس بالمطلق بما جرى في الخان الأحمر وفي الأقصى وفي كل مدن الضفة الغربية باعتبار المعادلة واحدة والشعب كله مقاوم دون التمييز بين الضفة وغزة، وأن لنا هدف واحد التحرير والوصول إلى الدولة ودون الدخول في مهاترات كما سمعنا من ضيفك الذي سبق، ليس الموجود حاليا من قطاع غزة، لا أريد أن أدخل بأي مربعات جانبية. علينا أن نستفيد بأن الوحدة الوطنية هي الأساس وليس الفرقة والاتهام. ليست هذه فرصة
أكيد أسامة، عفوا لمقاطعتك. لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسني، ونستطيع أن نتحدث ولكن احتراما لدماء الشهداء واستخداما، وأن نيتنا في حركة فتح والرئيس محمود عباس نيته هو التسريع في الوحدة الوطنية للتصدي إلى صفقة القرن التي تقول دولة في قطاع غزة. أليس الواقع، عفوا للمقاطعة أرجو أن تسمعني، علينا النقاط على الحروف وعلينا أن نستخلص العبر، ومر علينا بعد الحرب أن لا نذهب إلى الانقسام ومزيدا من الانقسام، علينا أن نذهب إلى تكريس الوحدة الوطنية، فكلنا وطنيون وكلنا مؤمنين وكلنا حافظين القرآن. أنا حافظ القرآن أكثر من ضيفك الذي سبق، ونؤمن بوعد الآخرة ونؤمن بالتحرير ونؤمن بالدماء الفلسطينية. ما حد يزاود علينا لا بالدين ولا بالوطنية. نحن لا نكفر الآخر ولا نخور الآخر، وما في عندنا حدا عايش تحت بساطير الاحتلال. كلنا وطنيين وبندافع عن أرضنا بالدماء وبالمواقف السياسية. وأنا بدي أقول لك، الزعيم الوحيد في العالم اللي قال 12 مرة لترامب لا أمام صفقة القرن هو الرئيس محمود عباس، اللي طيب وصفه ضيفك السابق بأبشع العبارات، وأنا مش راح أرد عليه. سيد أسامة، عفوا للمقاطعة. الذين التي لم تجف بعد في قطاع غزة وفي الضفة الفلسطينية. أنا الوقت نحن نرى أن الوقت مناسب لإنجاز الوحدة الوطنية تمام الحقيقية التي تؤمن بالشراكة، تؤمن بالدولة، تؤمن بمنظمة التحرير، تؤمن بتناقض واحد رئيسي وأساسي هو العدو الإسرائيلي، الاحتلال الإسرائيلي، بعيدا عن كل المهاترات الداخلية التي لا يمكن لنا لا تفيد حماس ولن تفيد فتح ولن تفيد طفل فلسطيني، وبنظل داخلين بجدل بيزنطي 100 سنة لقدام. الحقيقة يجب أن نقولها، أننا كلنا أصحاب هذه الأرض وشركاء في الدم، شركاء في القرار، شركاء في صنع الوطن وبناء الوطن. شكرا. القضية الأخيرة في هذا الموضوع، نحن لا أعتقد أنه يوجد برنامج نختلف عليه. حركة حماس أعتقد في برنامجها الأخير قالت بشكل واضح دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 67، وهذا ما نتعامل عليه وفقا للشرعية الدولية، وأعتقد أن كل القادة العرب يوافقون هذا الرأي بل يدعمونه ويحاولون إقناع المجتمع الدولي مع الرئيس أبو مازن لانسحاب إسرائيلي من كل الأراضي المحتلة عام 67. لذلك الواقع أشكرك. هو للوحدة الوطنية، للكلام الطيب الذي يقرب لا يفرق. تمام، وضحت الفكرة. السيد أسامة القاسمي المتحدث الرسمي باسم حركة فتح كنت معي عبر الهاتف من الخليل، أشكرك شكرا جزيلا. ونعود لغزة، ينضم إلينا عبر الهاتف من هناك السيد خالد البطش القيادي في حركة الجهاد الإسلامي. سيد خالد أرحب بك معنا. ابتداء كان لافت للنظر في التصدي الأخير من قبل المقاومة الفلسطينية لقوات الاحتلال الإسرائيلي، أنه يبدو أنه كانت هناك حالة توحد بين الفصائل الفلسطينية، ويبدو أيضا كانت حالة توحد في القرار، ويبدو أيضا مكتب واحد يصدر كل القرارات للمقاومة. هل لك أن تحدثنا عن هذه النقطة تحديدا وأثرها في ما تطلقون عليه انتصار ضد إسرائيل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللمشاهدين الكرام ولأبناء شعبنا الفلسطيني ولأبطال المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ولأبناء أمتنا في كل مكان. الحقيقة أن ما حصل في قطاع غزة هو انعكاس لروح حقيقية وطنية جسدتها غرفة العمل المشتركة التي يعني أدارتها حركة الجهاد وحركة حماس وباقي قوى المقاومة التي كانت رديفة في غرفة عمليات مشتركة لكل الأذرع العسكرية الفلسطينية في قطاع غزة. وبالتالي نعم، كانت غرفة عمليات مشتركة، هذه الغرفة التي هي التي أدارت المعركة، تحكمت في المدايات، تحكمت في مستوى النار، تحكمت في بقعة النار التي كانت تصد العدو الصهيوني، وبالتالي عكست روح وطنية حقيقية وعطت نموذج للوحدة والشراكة الوطنية في خندق المقاومة. وسنرتب بالتأكيد قيادة سياسية للفصائل الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، طبعا على رأس حماس والجهاد الإسلامي أيضا والجبهة الشعبية والديمقراطية وحركة فتح وكل إخواننا في المقاومة. هذا الذي يعني أعطى انطباعا جيدا بأن هناك وحدة في الميدان ووحدة حقيقية في التصدي للمحتل الصهيوني، وأبرزت الحقيقة نقاط ضعف المحتل وعظمت من مفاعيل القوة وإن كانت بسيطة لدينا في الفلسطينيين في خاصرة المحتل الصهيوني القوي. سيد خالد القادم كيف ترى؟ هل إسرائيل بالفعل ستحترم وقف إطلاق النار، ستتخلى عن فكرة أي عمليات داخل غزة، أم سيتطور الوضع؟ أولا إسرائيل لن تتخلى عن فكرة التوسع وفكرة السيطرة
وعقدة التفوق العسكري والسياسي. بالتالي لا ضمان لمرحلة الهدوء في قطاع غزة حتى تحت كل الظروف، لا ضمان. الضمان الوحيد هو أن تبقى قويا وأن تبقى مستعدا وأن تبقى يدك على الزناد وأن تبقى حاضرا. وبالتالي نحن قلنا بالأمس منذ انتهت هذه الجولة، قلنا تعدوا الجولة القادمة. إسرائيل لن تقبل أبدا بأن تسجل المقاومة الفلسطينية عليها يعني يدا عليا في المعركة، وحتى في التصدي، مع أننا خسرنا خسائر هائلة في غزة. هناك أكثر من 150 غارة جوية و 150 هدف فلسطيني تم تدميره. هناك بيوت روضات أطفال، مقرات أمنية، مقرات للإعلام، بيوت آمنة، أكثر من 70 مقر وبيت دمر في هذه الجولة من الصراع مع إسرائيل. هناك خسائر كبيرة تقريبا واحد نتيجة الغارات الجوية على الأهداف المدنية. لكن كل ما هناك أننا أفشلنا هذا المخطط الصهيوني الذي بدأ بمحاولة استباحة من قبل قوات الجيش الصهيوني والقوات الخاصة التي أرسلها الجنرال المهووس يعني إلى عيزر توريدانو، عندما أرسل قوة استطلاع خاصة إلى خان يونس من أجل اغتيال أو اعتقال الشهيد نور الدين بركة. هذه القوة منيت بخسائر كبيرة عادت على أعقابها وجرت الخيبة والفشل لليبرمان ولإلى عيزر توريدانو. وبالتالي كان لابد من أن نرد عليها حتى لا تبقى إسرائيل تستبيح أرضنا، وحتى لا تفهم تغير معادلة الصراع بأن والله يمكن للعدو أن يستبيح الأرض، يحدد متى يضرب، يحدد متى يتوقف، ويعيد قواعد الاشتباك لصالحه. ولذلك نحن قررنا كفصائل المقاومة نرد عليه وألا تبقى هذه المسألة متاحة بيده. ومن هنا بدأ المشهد مجددا. حتى بعد قتل قائد القوى الخاصة ونائبه بدأ المشهد واضحا عندما بدأته حركة حماس بضرب حافلة جند بالكورنيت، وأنهته في سرايا القدس بصاروخ جحيم عسقلان التي أعطى انطباعا أننا دخلنا مرحلة جديدة، سواء بكورنيت بحافلة بالكورنيت أو حتى بصاروخ جحيم عسقلان بهدم مقابل هدم. هذا كله حاضر، لكن هل الصهاينة سيستسلمون؟ لا. نحن أنا أقول المعركة انتهت، هذه الجولة انتهت والمعركة مستمرة، والعدو لن يسلم لا بهزيمة ولا يقبل تفوق الجهاد الإسلامي وتفوق المقاومة. ما أود أن أقول قبل أن أختم أخي الفاضل أننا في المقاومة نجحنا في إعادة الاعتبار لقضيتنا، نجحنا في إعادة ترميم الصورة الوطنية والفلسطينية والعربية والإسلامية رغم انشغال الأمة بقضايا جانبية. لكن ما ينقصنا اليوم هو المصالحة والوحدة الوطنية وبناء الشراكة الوطنية. وأنا أقول يعني تعقيبا على كلام أخي أسامة، طالما أن الأخوان بحركة فتح يؤمنون بالشراكة ويؤمنون بالمصالحة، فليعلنوا إنهاء الإجراءات العقابية عن قطاع غزة أولا، وليدعو الرئيس أبو مازن بسرعة إلى لقاء وطني على إثره، ننهي الانقسام ونستعيد وحدتنا الوطنية ونبني الشراكة الوطنية حقيقية بين فتح وحماس وباقي والمقاومة على أرض فلسطين. السيد خالد البطش القيادي في حركة الجهاد الإسلامي كنت معي عبر الهاتف من غزة، أشكرك شكرا جزيلا. دكتور، فيما يخص مستقبل المصالحة، مستقبل ترميم البيت الداخلي الفلسطيني، هل هذا وقت أصبح مناسبا جدا للولوج لهذه العملية أم ماذا؟ باعتقادي أنه الوقت المناسب، يعني وفي على خلفية هذه الانتصار في هذه الجولة، يجب أن تكون يعني فرصة تاريخية لإعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، لإعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، التخلي عن الفصائلية والارتقاء حتى بالخطاب. يعني يعني نحن انتصرنا في هذه المعركة، يصدر خطاب بأن باتجاه الآخر الذي يعتبره الطرف الأول مقصرا، لا، يجب أن نذهب باتجاه تبني خطاب قائم على الوحدة الوطنية، على تعزيز الشراكة، على إعادة اللحمة والمزاوجة بين المقاومة الشعبية والمقاومة المسلحة. طالما أن هناك، نعم لا ننكر أن الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية يقاوم، وأن مقاومته الشعبية يعني أفضت انتصارات أيضا في المسجد الأقصى وفي الخان الأحمر وكذلك المقاومة العسكرية. إذن ضرورة المزاوجة بين المقاومة الشعبية والمقاومة المسلحة هو السبيل الوحيد لتحقيق تقدم وانتصار على العدو الإسرائيلي. ابقى معي دكتور. ينضم إلينا عبر الهاتف من القدس المحتلة الصحفي والمحلل السياسي الإسرائيلي إلي نيسان. أهلا بك معنا سيد نيسان. يبدو أن استقالة ليبرمان اليوم والإعلان عنها لها مباشرة لم يفسر إلا في إطار واحد، إسرائيل قوات الاحتلال الإسرائيلي انهزمت وانتصرت فصائل المقاومة الفلسطينية، ما رأيك؟
بالعكس هذا كان موقف ليبرمان الذي أراد ضرب قاسمة لحركة حماس في قطاع غزة، والمجلس الوزاري الإسرائيلي برئاسة نتنياهو لم يوافقوا على مطلب ليبرمان، ولذلك ليبرمان أصبح في خبر كان عندما كفت مطالبه على سبيل المثال عدم تزويد قطاع غزة بالوقود، عدم دفع رواتب من قبل قطر التي دفعت 15 مليون دولارا للسكان في قطاع غزة، عندما كل هذه المطالب من قبل ليبرمان لم تلبى في مجلس الوزاري المصغر، والمجلس الوزاري المصغر لم يستجيبوا لكافة مطالب ليبرمان، أصبح في وزير أنه لا يحل ولا يربط، ولذلك وصف الوضع في قطاع غزة بأن حركة حماس هي التي تقرر ما هي قواعد اللعب في قطاع غزة، ومن هنا قرر الاستقالة. على كل حال أنا سمعت خالد البطش قبل قليل، أنا أريد أن أذكر لخالد البطش أن حركة حماس أطلقت يوم أمس أو خلال 24 ساعة 460 صاروخا باتجاه إسرائيل بهدف قتل أكثر عدد من السكان في إسرائيل، بينما عندما إسرائيل قامت بهدم التلفزيون مبنى التلفزيون الأقصى لحركة حماس، إسرائيل نبهت كل من كان في هذا المبنى مغادرة هذا المبنى كي لا تقع ضحايا إضافية، بينما حركة حماس يا سيد نيسان عفوا لعلك نسيت حرب 2014 التي قتلتم فيها آلاف المدنيين يا سيد نيسان. مع كل الاحترام لحركة حماس، حركة حماس هي التي طلبت وقف إطلاق النار، وهي توجهت إلى مصر وإلى النرويج وإلى سويسرا وإلى ميلادينوف بعدم وقف إطلاق النار، ولذلك لا أرى ما هي الفرحة العارمة التي نشهدها اليوم. شكرا جزيلا سيد نيسان الكاتب والمحلل السياسي الإسرائيلي. إذا كانت هناك فرحة في غزة فهناك على الجانب الآخر كما رأينا على شاشة الجزيرة مباشر غضب في إسرائيل، ومن يرى أن إسرائيل انهزمت هزيمة كبيرة أمام فصائل المقاومة الإسرائيلية الفلسطينية عفوا، هل هذا صحيح؟ بالطبع يعني هذا يعني الاستقالات هو قال اللي نيسان بيقول لك لا مش صحيح، هو قال ان حماس هي ان استقاله ليبرمان جاءت على خلفيه ان حماس هي التي تقرر قواعد او فصائل المقاومه الفلسطينيه هي التي تقرر قواعد اللعبه، اذا نحن امام من يقرر قواعد اللعبه هو الذي انتصر في هذه الجوله، وعلى المقاومه ان لا تركن، لان اسرائيل كما قلت في بدايه هذا اللقاء بانها ستقوم بجوله وجوله اخرى وجولات عديده في مواجهه واضعاف فصائل المقاومه التي يجب ان تستمر في دراسه الموقف بشكل جيد وان تستمر في مشروعها المقاوم. أشكرك شكرا جزيلا الدكتور أحمد قاسم حسين الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، شكرا جزيلا دكتور. مشاهدينا الكرام بعد الفاصل نواصل المسائية، يلتقيكم زميلي سالم المحروقي وباقي فقراتنا وفيها